وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات، تتواصل الانطلاقات، انطلاقة الشوط الحادي عشر الخاص بفتح القعدان، الثنايا، المحليات، الأصايل، ومسافة 8 كيلومترات من هنا من عاصمة ميادين السباق من ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. وشعارات أصحاب السمو الشيوخ والأمراء حفظهم الله ورعاهم التي تزين أرضية هذا الميدان. نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول، إلى التحديات الأولى، ومع انطلاقة شاهين من هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم شاهين على المركز الأول بينما المركز الثاني. نتابع هملول القادم من هجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي من يقدم لنا هملول من يحتل المركز الثاني. المركز الثالث القدوم من شعار هجن زعبيل من يقدم لنا شاهين بقيادة المضمر راشد بن محمد مروشد من يقدم لنا انطلاقة شاهين. المركز الرابع الوصول أيضا من شاهين من هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. والمركز الخامس نتابع انطلاقة هملول القادم بشعار هجن الرياسة والظافر علي بن جميل الوهيبي. وسادس التحديات الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي من يتقدم الآن مع انطلاقة الزعيم. يأتي هنا الشعار العيناوي والمركز السابع مشاغب لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم يقوده في عملية التضمير، والمتابع المضمر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من يتابع هذه التحديات وهذه الانطلاقات المميزة. عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة، عودة إلى شعار هجن الرئاسة من يسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط. وشاهين من يرتدي هذا الشعار العملاق، شعار مؤسسة هجن الرئاسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتواجد في قمة التحديات وقمة الانطلاقات الأولى. شاهين من هجن الرياسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على المركز الأول على المقدمة الأولى. المركز الثاني نتابع كما تشاهدون وتتابعون عبر شاشة قناة أبوظبي الرياضية الأولى وبمتابعة المخرج حسين السيد من يتابع كل ما يدور ويجري هنا بين حنايا هذا الميدان، ما يدور في عاصمة ميادين السباق في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربي الأصيلة. النقلة القادمة إلى المركز الثالث لنتابع ثالث التحديات وثالث الانطلاقات والوصول هنالك على مستوى المركز الثالث. شعار هجن زعبيل بقيادة المضمر راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يقدم لنا شاهين المنطلق على مستوى المركز الثالث. رابع التحديات يتواصل شاهين من هجن الرياسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتقدم الآن على المركز الرابع. وخامس الانطلاقات مشاغب لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من يقدم لنا انطلاقة مشاغب، يتواجد في عملية التضمير والمتابعة والمسايرة. يتواجد هنا بن رشيد مع انطلاقة مشاغب بينما المركز الخامس لنتابع انطلاقة هملول من هجن الرياسة والظافر علي بن الجميل الوهيبي من يتابع انطلاقة هملول. ايضا الوصول هنالك والانطلاق والتحديات من الشعار العيناوي من يقدم لنا الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي الزعيم العيناوي من يصل هنالك على مستوى المركز السابع. هكذا هي النتيجه، هكذا هو النداء.
للأسماء المتقدمة وللمراكز الأولى. نعود بحضراتكم إلى الصدارة الأولى وإلى الانطلاق الأول وإلى الحمر وإلى الخطر وإلى شعار هجن الرياسة المجازف بن زيتون، من يقدم لنا شاهين على المركز الأول على المقدمة الأولى. يتقدم المشاركين شاهين على التحديات الأولى متربعا على عرش الصدارة وعرش المقدمة بتواجد المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ولكن أتابع من الجانب الأيمن من يشكل الخطر على المقدمة هملون، أيضا من هجن الرياسة تواجد الظافر علي بن جميل الوهيبي، من يقدم لنا انطلاقة هملول، من يحتل المركز الثاني. بينما ثالث التحديات والانطلاقات شاهين القادم بشعاره الكبير شعار هجن زعبيل، راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، من يقدم لنا شاهين بن مروشد هنا على المركز الثالث مع انتصافنا لمسافة 8 كيلومترات. 4 كيلومترات انقضت وتبقى مثلها 4 كيلومترات، وبن مروشد قادم. والمركز الرابع المجازف، من يقدم لنا الورقة الرابحة الثانية في مسار واندفاع هذا الشوط مع انطلاقة شاهين من هجن الرياسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. والمركز الخامس وصل مشاغب لسمو الشيخ سعيد الحمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، من يقدم لنا مشاغب في هذه اللحظات على المركز الخامس وسادس. التحديات هملول وانطلاقته الكبيرة وانطلاقته المميزة، هملول يأتي بشعار هجن الرياسة ظافر المضمرين علي بن جميل الوهيبي، والمركز السابع هنالك القادم والمنطلق الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيام محفوظ بن خميس الجنيبي، من يتابعه في عملية التضمير والمتابعة قادما على المركز السابع. أكتفي بهذا القدر، أكتفي بهذه الأسماء، أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى وجسر العبور، جسر التحديات، جسر الانطلاقات المميزة وبوابة 3 كيلومترات. ترحب بالمشاركين، ترحب بهذه الأسماء مع هذه الانطلاقة المميزة. يتواجد هملول على المركز الأول، هملول يتسلل على المقدمة الأولى من هجن الرياسة ظافر المضمرين علي بن جميل الوهيبي، من يقدم لنا هملول على الصدارة الأولى، هملول على التحديات والانطلاقات المميزة. المركز الثاني يتواجد شاهين من هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهير، يصل على المركز الثاني. والمركز الثالث نتابع ثالث التحديات شعار هجن زعبير مع انطلاقة شاهين من هجن زعبيل، راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من وصل وتقدم على المركز الثالث ورابع. التحديات شاهين من هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهير، يصل على المركز الرابع والمركز الخامس. وصل هنالك وتقدم شاهين أيضا، أم هنالك هملول من هجن الرئاسة الظافر علي بن جميل الوهيبي، والقدوم من مشاغب لسمو الشيخ سعيد الحمدان بن راشد المكتوب يقوده في عملية التضمير والمتابعة خليفة بن سلطان بن رشيد الاكتبي، من يتابع انطلاقة مشاغب في هذه اللحظات المتقدم والمنطلق على مستوى المركز السادس. ونقلتنا القادمة إلى سابع التحديات لنتابع الزعيم لسمو الشيخ ذيابر محمد بن زايد آل الهيام محفوظ بن خميس الجنيبي، من يقدم لنا الزعيم. ولكن نبقى مع القيادة، نبقى مع المركز الأول مع المقدمة الأولى وشعار مؤسسة هجن الرياسة، من يسيطر على مجريات وتحديات هذا الشوط مع انطلاقة هملول. هملول على المركز الأول، تواجد الظافر علي بن جميل الوهيبي، والاثنين كيلومتر
الأخيرة ما تفصلنا عن خط النهاية، عن الناموس وعن الفوز والانتصار. وهملول، هملول على المركز الأول، هملول على المقدمة، يتواجد بهذا الأداء الكبير والمميز. هملول من هجن الرياسة ويقوده الظافر علي بن جميل الوهيبي من يتابع انطلاقة هملول عن المركز الأول. المركز الثاني شاهين بشعار هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتواجد مع انطلاقة شاهين على المركز الثاني. والمركز الثالث يتواصل أيضا هنالك شاهين على ثالث، التحديات من هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. والمركز الرابع شاهين من هجن زعبيل راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتابع هذه الانطلاقة. بدأت تقترب الأسماء، بدأت تقترب الشعار، وأيضا هملول آخر من هجن الرياسة وعلي بن جميل آل وهيب. وأيضا الوصول من مشاغب لسمو الشيخ سعيد الحمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من يقدم لنا مشاغب في هذه اللحظات. وأيضا الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيام محفوظ بن خميس الجنيبي. ولكن عودتنا إلى الصدارة، عودتنا إلى المقدمة، وبدأ الاقتراب من الكيلومتر الأخير والخطير. وشعار هجن الرياسة على المركز الأول، على المقدمة الأولى الظافر، الظافر علي بن جميل آل وهيبي. ولكن المجازف يقدم لنا شاهين محمد بن عتيق بن زيتون آل مهيري من يقدم لنا شاهين على المركز الثاني. ولكن التحديات، الانطلاقات مع هملول، هملول، هملول. وصل شاهين من هجن الرياسة وثالث التحديات. يصل أيضا هناك شاهين من هجن الرياسة والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون آل مهيري على المركز الثالث. ولكن المقدمة، الله الله، هملول، هملول، هملول على المركز الأول. ولكن شاهين بسم الله ما شاء الله على هذه الانطلاقات الكبيرة والمميزة ما بين هملول وما بين شاهين، الظافر والمجازف، المجازف والظافر. لمن الناموس؟ لمن الفوز والانتصار؟ الناموس للرياسة. ولكن لمن من المضمرين؟ المجازف، المجازف، المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. سلام للرياسة، سلام من هذه اللحظات. نزف التهاني والتبركات لمؤسسة هجن الرياسة وللمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثاني هملول من هجن الرياسة، الظافر علي بن جميل الوهيبي، وثالثا شاهين من هجن الرياسة المجازف بن زيتون. ورابع التحديات نتابع الوصول والانطلاق المميز من هجن زعبيل مع وصول شاهين راشد بن محمد بن مروشد. تهاني والناموس. والمركز الخامس وصل على خامس التحديات الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. نعود بالتوقيت الزمني، تهاني والناموس لهجن الرياسة وللمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهير. التوقيت الزمني 12 دقيقة لحظات الوصول، 59 ثانية، 4 أجزاء من الثاني. تهاني والناموس. المركز الثاني كان الوصول من هملول من هجن الرياسة، الظافر علي بن جميل الوهيبي من وصل على المركز الثاني. تهاني والناموس. 13 دقيقة بدون ثواني وجزئين من الثانية. وثالث التحديات كان الوصول من شاهين من هجن زعبيل بقيادة المضمر راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. 13 دقيقة والتوقيت. أما المركز الثالث كان وصول من شاهين من هجن الرياسة، 13 دقيقة 4 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.